نافذة جديدة يطل من خلالها أطباء وأخصائيون لتقديم آخر ما توصل إليه العلم من أجل دمج أطفال التوحد في المجتمع، هنا ضمن فعالية توعوية في جامعة المنارة باللاذقية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد. كانت الندوة مكونة من مجموعة من الاختصاصيين بمختلف الاختصاصات لمشاركة في عملية التشخيص والعلاج لحتى نأمن لطفل التوحد أو شخص المصاب بالتوحد أفضل خدمة صحية واجتماعية ودمج أعلى لقلوب المجتمع واستقلالية أعلى لقلوب حياته الشخصية. المحاور اللي قدموها أخصائيين من جامعة المنارة ومن جمعية التوحد وهن ناس مهمين، وبتصور عطوا شيء يعني يغطي هدفنا أو يعني نحقق نسبة منيحة من هدفنا، هو نشر اللي هو نشر الوعي المجتمعي حول هالاضطراب. بالتشارك مع جامعة المنارة، وجود المراكز، وجود الجمعيات، وجود اختصاصيين، مشان نحن نخبر الأسر إنه نحن معكم ونبعث لهم رسائل أهمية الكشف المبكر، أهمية التشخيص المبكر، أهمية التدخل، وهذا التدخل شو الاختصاصات اللي موجودة. الهدف الأساسي هو توعية الأسر ونخبرهم إنه نحن كمجتمع قادرين ندعمهم بالوفق الظروف وفق الإمكانيات اللي عندنا كاختصاصيين. كانت مشاركتي بالفعالية بدور الأسرة في لحظة تشخيص حالة التوحد تناولت جانب أساسي فيه هو المراحل اللي بتمر فيها الأسرة من لحظة التشخيص، كيف تقبل هاي الصدمة، لا بالنهاية لا سلوكيات تكيفية قائمة على قبول حالة التوحد أو رفضه. محاضرات نوعية للوقوف على طرق التشخيص والعلاج وكيفية التعامل الأمثل مع طفل التوحد. دورنا نحن كعلاج وظيفي معهم لهدول الأطفال لحتى نخليهم يصيروا مستقلين بنشاطات حياتهم اليومية، نعلمهم كيف يأكلوا، كيف يشربوا، كيف يلبسوا لحالهم، أو أي نشاط هن حابين يقوموا يعملوه يعني لهذا النشاط نحن نعلمهم إياه. تعرفنا بشكل أدق حول أهدافنا نحن كمعالجين وظيفيين والدور المهم إن نحن فينا نقدمه لمجتمع التوحد بكافة خلينا نقول الأطياف تبع اضطراب طيف التوحد، لحتى نحن نقدر نوصل أهدافنا وأفكارنا للمجتمع وشو يعني طفل توحد أوتزم للمجتمع وكيف قادرين نحن نتعامل معهم بمجالات الحياة اليومية اللي لهم. تشكل هذه الفعالية فرصة هامة لعرض أحدث الأساليب التي تساهم في تنمية قدرات التوحد، وهي ثمرة تشاركية بين جامعة المنارة وجمعية التوحد ومنظمة آمال في اللاذقية.